C16 shot for C take 3 action. بس بلشت بدي اشتغل على الفيلم تبعي، سألت كم حدا من اللي بعرفهم، من اللي قايل انه هول خلص بدي اياهم يشتغلوا معي لو شو ما صار. فحكيت مع كذا شخص والحمد لله قبلوا انه كان عندهم وقت، وخبرتهم انه الشوتينج دايز رح يكون انه 3 ايام ب 8 9 10 شباط، انه هول 3 ايام احجزوا لي اياهم عندكم على الكالندر انه تكونوا معي بالجنوب. تكنيكلي حسن ذا سمارت جاي كولد مي من نوفمبر، هو محمود، انه لما بدك تعملي ميك اب للموفي نو كويستشنز اسك، مش انه حسن ترك لي مجال مثلا قول ايه ولا لا، which was good لانه at least I had time to اعمل enough research. بلاقي حسن سلامي، بلاقي هاي موقفك كيف صحتك، ليك دغري فجأة انا هون طلعت انه كنت مسج راضي معي يعني out of nowhere. قال لي ليك بهمك كوستيوم ديزاين لفيلمي؟ قلت له انه صراحه حسن ما عندي وقت كثير مضغوط وهيك. قال لي حسن انه نو ما تخاف ما فيها كثير هيدا ستريس وهيك، وانه اتس 1914 انه صار ب 1914 هيك قطعت اف 1914 انه عن شو بيسك الفيلم. قال لي انه عن اتس اباوت لبنانيز هيستوري وقت الاتراك وما الاتراك. انا هيك انه اي واز سو انترستد ليه، لانه 1914 ذيس از مي يعني بحب انه كل شيء خاصه بالهيستوري. كنت عم بحكي مع حسن وأوت أوف نوير سألته إنه حابب يكون كثير معكم بالفيلم وإنه عم بسمع كثير عنه، عم قال لي إيه دفنتلي. قلت له إنه شو ناقصك؟ قال لي بي إي برودكشن أسيستنت. قلت له فاين إنه ما بيفرق عندي. صار في كذا وقفة مثلا نوقف محل نحكي كذا، فأنا خبره لحسن إنه انتبه تذكر تجيب هاي وتذكر تجيب هاي. رجع قال لي بتعرف شو إنه I prefer إذا تكوني برودكشن مانجر مع محمود. قلت له I don't mind. فجأة on set said executive producer. أحلى إكسبرينس بحياتي. أول شيء أتعرفت على حسن من قبل من فيلم كريم، واشتغلت مع حسن اشتغلنا معه هيك، وبعدين من وقت أنا صرت دايما أشوفه بالألي وبعرف أنا يعني كتير سمع عن حسن قد عن جد شغله كتير it's very important and he has a lot of experience وهيك. سابق مرة كنا عم نحكي عن his movie and I told him إنه anything that he needs anything that I can help with I'm in. He told me, "No, yeah, he might need me on the set." بس ما بحسن سلامة قبل ما أعرفه هذا بالدرجة الأولى يعني، وأكثر من حدا من عندي من الضياع لأنه أنا من كفر ومن يعني مثل حسن. بيقولوا لي لازم تتعرف على حسن لأنه بيشتغل كتير حلو هيك. بعت له مسج لحسن على الفيسبوك وقلت له إنه أنا بدي إنه بهمني كتير ساعده يعني، حتى لو بس إنه إذا بقدم بالبيت يعني إذا في التنات الكرو، لأنه كنت عارف إنه الكرو كتير كبير، إذا بدهم يناموا عندي بالبيت، إذا بدهم يساعدهم بأي شيء أو نسات بالضيعة جيبوا ممثلين أو شيء هيك. تلفلي محمود رضا actually كان بده سألني إذا if I wanted to work in Hassan's film، وقلت إيه and then he gave me the list of positions that were available وما لقيت ولا واحدة لأنه كنت بشتغل كاميرا assistant basically و and the position was already filled. فقلت أنا مش عم بحكي، أنا ما كنت كتير أكيدة إذا if I want to do it or not. And then I realized إنه رح أشتغل على الفيلم لو بدي كنس الأرض بعد التصوير. And I really wanted to be part of the team, so I became Ilat assistant, يعني assistant production designer. قبل الفيلم أنا كنت حاطط براسي إنه لازم أشتغل مع حسن سلامة، فكنت موقع إنه أعمل له إنه assistant DOP أو assistant director أو شيء يعني هيك شيء على الخفيف. فبيجي بيقول لي إنه فجأة بده ياني أعمل له director of photography، فأكيد ما حقول لا يعني it's once in a lifetime opportunity لإلي إنه to work with who I consider the best student in LAU. So I accepted it.